وانتي مش هتتعشي؟ لا انا ماليش نفس. صعبان عليها تقلع القميص. زميلتنا امل. اهلا. لازم تاكلي ده ضروري علشان تبتدي تتعودي عليه. لكن هو ايه الاكل الاخضر ده؟ ثاني لما نسالك اللي يعرفه. سلوى، سلوى انت في كليه الزراعه، تقدري تعرفي لنا ايه الاكل ده؟ ده ملوخيه او خبيزه او سبانخ او حاجه لسه ما درسناهاش. وجيدة، بنت وجيدة، وجيدة هاتي مية. روح رد على التليفون. انت عميتي متأسفة، هجيب فوطة. انا مش نفس. مش عشانك. انا مش عارفة المغص الفجائي ده من ايه. ربنا يسهلك. على فين يا هاني؟ شبعت والحمد لله. طلع الحمام. الحمام من هنا. فوق مريح يا أبلة. لا لا لا، ازيك انت يا عادل؟ انت وحشني قوي قوي. ابدا كنت بذاكر. ايوه يا حبيبتي، انا غرقان لشوشتي في المذاكره. لا 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 لا، دي القطه الصغيره كانت بتلعب فوقعت. ما تدقيش اي حاجه، هي اللي وقعت. ازيك يا حبيبتي؟ ما تكدبش عليا يا عادل،